كبير القوة العسكرية والوظائف. لا أريد أن أقول ما هو الأهم، ربما الدفاع قد يكون هو الأهم. لا أحد يصنع المنتجات أو المعدات التي يستخدمها قواتنا العسكرية. هناك بعض البلدان لا يسمح لها بالشراء، يمكن أن تشتري منا، نريدهم أن يشتروا منا، يشترون طائرات من بلدان أخرى، لكنهم الآن سيشترون منا. أود أن أشكر جميع العاملين معي، غاري، تعرفون غاري، غاري كون، ونحن سعداء. دفع 200 مليون ضرائب حتى يأخذ هذه هذا المنصب، لكنه رائع، وسوف يتم نقده أو انتقاده من الإعلام، لأنه يأخذ راتبا 179 ألف دولار شهريا، ولكنه تخلى عن ذلك. ويلبر كان رائعا، أنا أعرف ويلبر منذ وقت طويل، وهو رجل ممتاز ومفاوض بارع، وسوف يقوم بأشياء. الاتفاقات التي لدينا مع بلدان كانت سيئة جدا، ليس لدينا اتفاقيات جيدة. أحاول أن أجد بلدا لدينا أفضلية في التبادلات. مع المكسيك لدينا عجز بسبعين مليون، لن نسمح لذلك بالاستمرار، لا يمكن أن نسمح لذلك بالاستمرار. 70 مليار ليس مليون دولار، دون اعتبار المخدرات التي تعبر الحدود. 500 مليار دولار مع الصين، تحدثت مع الرئيس، وينبغي أن نقوم بما يلزم. لكن قلت لفريقي جدوا بلدا، إلى حد الآن لم نجد بلدا، معنى ذلك أن هناك خسارة على طول الخط. أود أن أشكر جاريد كوشنر الملتزم وجميع أعضاء فريقي، لدينا فريق ممتاز، كلهم نجوم، وقد اعترف الكثيرون بذلك، وهو في المكسيك. ستكون رحلة صعبة، لأنه ينبغي أن تعاملنا المكسيك بعدالة. والجنرال كالي كان رائعا في الحدود، رأيتم ما حدث لأول مرة، هناك أعضاء قوات وهناك كثير من السيئين أخرجناهم من هذا البلد. هي عملية عسكرية، لأن ما سمح لهم بالدخول إلينا، لو رأيتم عنف العصابات من هؤلاء الناس الذين دخلوا بطريقة غير شرعية، لذلك نحن نخرجهم. أعتقد أن ما يمكن أن نفعله، سنبدأ بكان، سوف يمكن أن تقدموا أنفسكم للصحافة، هناك الكثير من وسائل الإعلام، هذا هو أحد الذين يعاملون بطريقة جيدة، أهلا وسهلا. ثم سنتحدث بشكل خاص دون حضور الإعلام، وسوف نعيد ملايين الوظائف إلى الولايات المتحدة. شكرا سيد الرئيس. كان فيجي من كوهين. مارك فيلدز. دينيس موريسون. Gray Case from United Technologies. Gray Case. Did you bring any more of those jobs back from Carrie? هل أعدتم وظائف؟ هناك شيء فعله. قلت تمت الإشادة بك، وسمعت قبل يومين أنك تبيع مكيفات هواء كارير، نريد إعادة إلى إنديانا.
Thank you, Mr. President. Lee Stieslinger with Lee Stieser من التكنيك. Thank you, Mr. President. Alex Korsky with Johnson. Alex Korsky. Thank you, Mr. President. David Farr with Emerson. David Farr. I'm Doug Oberhelman, Executive Chairman of Doug Hubbergum. Plenty of D10s. I love those D10s. I even like the D12. Are they still doing the D10? أحب الD10 وأحب الD12. هناك دي 11 أيضا. That's going to be bigger than anything ever. سوف يكون أكبر من أي شيء في التاريخ. There's nothing like what you do. The caterpillars are the best. إنهم يصنعون كاتربيلر. عندما نرفع قيمة الدولار. It's the one thing that stops you, Doug. هو شيء سوف تهتم به. Technology, no, but we have to give you a level playing field. التكنولوجيا. We have to let other countries give you a level playing field. So. ينبغي أن نقدم لكم الدعم اللازم. Okay, good. You have it. I might do that soon. قد أفعل ذلك قريبا وأزوركم. Jim Kamsiski. Mario Longhi with U.S. Steel, Mr. President. Thank you for the opportunity. And you're going to be doing pipelines now. You know that. ستصنعون. You heavy into the pipeline business. القنوات because we approved, as you know, the Keystone Pipeline and Dakota, but they have to buy. وداكوتا أيضا. Meaning steel. So I'll say U.S. Steel. لكن ينبغي أن يشتروا فولاذ أو حديد مصنوع في الولايات المتحدة. The pipe is coming from. By the way, when you come drive trucks, trucks come up to Minnesota, and our mines are good. Running up there. I'll do it. الشاحنات سأكون هناك. سأزوركم. Thank you, Jeff Pettig, Whirlpool Corporation. Yep. Good. Thank you, Mr. President. Maryland Houston Lockheed Martin Corporation. I just want to thank you for this. أود أن أشكركم على هذه الفرصة. قضينا هذا الصباح في العمل بمجموعات وكنا متحمسين لهذه أول الأعمال التي تقومون بها. What we did, Lot 10, we call it. Lot 10, 90 planes. It was 90 planes out of 3,000. 90 طائرة من 3,000. So well, and now it's doing great, right? لكنها الآن تقوم بعمل جيد. Thank you. ونرحب بكم في رؤية الطائرات سلسلة صنع الطائرات. Jeff, great to be here. Look forward to really working with you on. Jeff, أتطلع إلى العمل معكم. Can you believe that? Should you tell that story? We were trying to talk. كنا نحاول أن نتحدث مع الرئيس ترامب. President Trump goes up to a par three on his course. وذهب إلى المدخل الثالثة. Says you realize, of course, I'm the richest golfer in the world. ونظر إلينا وقال أنتم تعرفون أنني أغنى لاعب جولف في العالم. I've seen the magic before. لقد رأيت السحر من قبل. It's a crazy. No, I actually said I was the best golfer of all the rich people. أنا قلت في الحقيقة أنا أفضل لاعب جولف بين الأغنياء. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Bill Brown from Harris Corporation, and thank you for coming to our headquarters location. شكرا على زيارتكم لمقرنا. Wendell Weeks, Corning Incorporated. Thank you. Thank you. Wendell Weeks. Mr. President, John Perriola, Nucor Corporation. Great. Chairman Duco. President Don Althoff with Verisign Inc. Thank you. Good morning, Mr. President. Mark Sutton, Chairman and CEO of International Paper. Great. Morning, Mr. Bob President. Kraft is a big fan of yours. You know that, right? هو مشجع لك. Thank you, Mr. President. Keith Leinbach, CEO of LiveOps. LiveOps. In the services industry in a manufacturing form. Yes. صناعة الخدمات. Good. We will. وسنعيد الوظائف. Thank you for the opportunity and bringing the language of business back to the White House. شكرا على هذه الفرصة. أنا سأجعل الكيمياء جذابة مرة أخرى. Nobody knows Ivanka. لا أحد يعرف إيفانكا. Good. Thank you. Reed, thank you also. Thank you. Say it again, please. Inga Tulin, 3M. Yes. Good morning. Great company. Good morning, Mr. President. Great to be back. It's Michael Dell with Dell Technologies. Michael Dell. Nice to see you. Good morning, Mr. President. Phoebe Novakovic, General Dynamics. Phoebe Novakovic, General Good morning, Dynamics. Mr. President, Juan Luciano, Archer Daniels Midland. Great, great companies. Great. Jared. So Jared, maybe I'll let you take over. Jared, سأتركك تدير الاجتماع لبعض الوقت. Then go through the room very, very carefully. We're ثم find out how we bring more نجد jobs back. كيف يمكن أن نعيد الوظائف. وشكرا على الإعلام. شكرا لحضوركم. We'll ونراكم بعد قليل. Thank you very much. شكراً.